السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صوتكم، برنامج يعتمد على آرائكم في المقام الأول. نحن نطرح هنا مواضيع وننتظر هواتفكم التي ستظهر تباعا طبعا أسفل الشاشة، وأيضا ننتظر منكم أرسال رسائل عبر الواتساب على الأرقام التي ستظهر تباعا أسفل الشاشة. مشاهدينا الكرام، عودناكم في كل لقاء أن نطرح موضوع معين. أكثر شيء هذه المواضيع تخص الشعب. نحن هنا في هذا البرنامج من اسمه صوتكم يعبر عن أصوات الناس. بما أنه الناس متألمة متأذية من وضع معين، فنحن هنا منبر لكل الناس المظلومين. اليوم راح أطرح لكم موضوع إغلاق المطارات المستمر على شعبنا في كردستان العراق. مثل ما تعرفون صار استفتاء في أيلول الماضي، الاستفتاء حصل على 92% بنعم يريدون انفصال عن العراق، وجدت 7% عدم الموافقة، ومنها أيضا خرجت يعني أوراق غير صالحة لتعداد الاستفتاء. حتى هذه اللحظة حكومة بغداد، حكومة حيدر العبادي، تغلق أو غالق المطارات في أربيل والسليمانية. الناس المتأذية هي فقط المعنية بهذا الموضوع. نحن لا نتحدث عن حكومات، نحن هنا ليس هنا منبر للدفاع عن الإقليم كردستان بحكومته، لكن نحن هنا نتحدث عن الشعب الكردي الذي هو جزء أصيل من الشعب العراقي، حال حال شعب أو ناسنا في بغداد وناسنا في الفرات الأوسط والجنوب. لحد هذه اللحظة هناك تقارير تتحدث عن 1000 مكتب سياحي في كردستان عاطل عن العمل. وإذا نتحدث عن 1000، فإذا المعتمدين في يعني عيشتهم على هذه المكاتب تقدر بمئات الآلاف. لو افترضنا أن كل موظف في هذه المكاتب يعيل 4، فالعدد كبير جدا في مسألة الدخل، دخل الفرد اليومي. الحكومة في بغداد طبعا كعادتها تماطل، رادوا شروط محددة حتى يفتحون المطارات. من هذه الشروط أولا أن يلغى نتائج الاستفتاء. لكن هنا نحن نتحدث عن، إذا كنا نتحدث عن دولة، الشعب استفتي في هذا الموضوع ونتائج الاستفتاء أتت إيجابية، هل من المعقول أن تكون إدارة كردستان تعيد الاستفتاء من جديد وتقوم بتزوير الاستفتاء وتظهر نتائج الاستفتاء بأنهم لا يريدون الانفصال عن العراق؟ طبعا هذا الشيء غير وارد تماما، لكن نتحدث نحن بشكل جدلي. الحكومة من الشروط الثانية اللي تريدها بعد أن تلغي نتائج الاستفتاء أن تكون هناك سيطرة مباشرة من حكومة بغداد على المطارات الموجودة في أربيل، يعني تكون السيطرة على المطارات مشتركة من الحكومة الاتحادية اللي هي في بغداد وأيضا حكومة كردستان العراق. يطلعون باجتماعات، وهذه الاجتماعات تؤجل أو تصير إلى مسألة اللجان. في لقاءات سابقة قلت لكم أنا من الناس اللي غير متفائل متشائم بمسألة أنه هذا الموضوع قد أحيل إلى لجان. من تسمع في الخبر في أي نشرة أخبار، عندما تسمع هذا الموضوع أحيل إلى لجنة، ف90% أنطي يعني استعداد لتلقي الخبر بأنه هذا الموضوع قد ذهب في مهب الريح. لجنة، وهي اللجنة تحيلها إلى لجنة أخرى، واللجنة عندما تشكل، وطبعا عندنا بالعراق مشاكل اللجان مشكلة، لازم واحد من السنة واحد من الشيعة، آسف لطرح هذه المصطلحات، لكن نحن نتحدث عن واقع حال، ولازم واحد من الأكراد، ولازم واحد من التحالف، واحد من القوى، واحد يعني بيها مشاكل. لحد هذه اللحظة تخرج الاجتماعات بين حكومة أربيل وبين حكومة بغداد ويقولون النتائج إيجابية، لكن حتى هذه اللحظة الشعب الكردي يعاني، الناس انقطعت أرزاقها. اعتماد كردستان على النفط جزء يسير، وأيضا على السياحة انقطعت أرزاقها. الناس ماذا تفكر؟ هناك رواتب انقطعت عن الناس لأنه ماكو سيولة، فأصبح إقليم كردستان يعاني الأمرين. لكن هنا سؤال إذا أريد نطرحه،
هل الشعب يتحمل مسؤولية القرارات السيادية، قرارات السياسيين؟ يعني الشعب الكردي ذهب إلى الاستفتاء، وكان هذا الاستفتاء من قبل مسعود البرزاني، هو اللي طرح هذه الفكرة. المسؤول في أي مكان، نحن نتحدث عن جغرافية العراق، لا يتحمل أي شيء. يعني احنا ما شفنا واحد مسؤول مثلا قال والله أنا تضررت من دخول الأمريكان، هذه العودة الأخيرة، قال تضررت في مصالحي. ما شفنا أي واحد مسؤول مثلا كردي تأذى من مسألة قطع رزقه في إغلاق هذه المنافذ الحدودية وهذه المطارات. الشخص اللي تأذى حقيقة هو المواطن الكردي. نكمل وياكم، لكن ناخذ اتصال من ويانا. أبو عمر سليماني. أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أبو عمر، كيف الصحة؟ الله يخليك. الله يخليك أستاذ. أنت تطرقت جلالتك الكريم إلى موضوع المطارات وتسليمها، وحول موضوع الاستفتاء والموظفين، إعادة الموظفين يكونون موظفين من بغداد، هذا من الطائفة السنية وهذا من الطائفة الشيعية وهذا من الأكراد يكونون مراقبين على المطارات. يعني أنت شوف فترة صار لهم ساكتين عن المسألة، ماذا يتكلمون بها، وقالوا وصلنا إلى حلول وما حلول، هم بغداد بنفسها. نعم. الموجودين بالمنطقة الخضراء هسه ليش استخدموها؟ هاي ورقة ضغط سياسية لا أكثر ولا أقل، يشهد الله. نعم. لا هم يريدون رأس الشعب الكردي ولا رأس الشعب العربي، لا من سنت ولا بشيعة مثل ما يقول. نعم. هم مجرد ورقة ضغط على الأكراد. يعني الأكراد أنتوا بالانتخابات القادمة قد يكون عندكم 60 إلى 70 صوت. طيب. هاي الأصوات احنا نحتاجها للتحالف الشيعي. التحالف الشيعي في تذمر، في مثل ما يقول في تمزق كبير جدا، وهناك محاولات، وإيران تريد تلمم أوراق البيت الشيعي، تريد تعيد إلى بداية، حسب ما سمعت أنه جرى اتفاق ما بين تحالف نصر وتحالف القانون وما أدري من هو. نعم. يعني تيجي مثل ما رحت تيجي نفس الطاسة ونفس الحمام ونفس يعني الأشكال اللي راح يشوفها، اللي حكمة العراق 14 سنة ودمرته ما بقت بكل شيء ما شاء الله. طيب أبو عمر، أبو عمر أنت من السليمانية، الوضع هناك الاقتصادي للناس مو للسياسة، ما نتكلم عن السياسيين، شلون نشوفه؟ يعني عندك ملاحظات أو عندك أشرت على نقاط هناك موجودة؟ يعني تأثر المواطن الكردي تأثر؟ نعم. يشهد الله، لا ما أقول لك لا. نعم. الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين المعيشي خاصة الموظفين، نعم، يعني حتى دول الكسبة اللي حتى التجارة عندنا ميتة صراحة، لأنه يعني ماكو سيولة نقدية. ماكو سيولة. أنت إذا ما يجي المستهلك الحقيقي يجي يشتري عنده سيولة نقدية، يجي يسحب هذه المواد من السوق مثل ما يقول، من البازار، من الأسواق، يسحب هذه المواد. هذه المواد تكدست واحدة فوق الأخرى لعدم وجود سيولة نقدية حقيقية لدى المواطن. المواطن ألمن يتلحق على جوعه، على ملابسه، على مرضه. نعم. ألمن شو يتلحق وماكو سيولة نقدية؟ بصراحة أثرت، يعني صار ركود، ما أقول لك 100% صار ركود، 85% صار ركود. يعني هاي البضاعة الآن المتوفرة بالأسواق كلها تكدست، حتى الإكسباير ما لك خدشي، صار من سنتين ثلاثة يعني قيمتي شوي ويعني تازة بيخسر البضاعة، بصراحة بيخسر كل بضاعته. طيب أبو عمر، أبو عمر أنت كمواطن كردي المن يتحمل المسؤولية؟ لا. مسؤولية مسعود البرزاني اتخذ هذا القرار، لو تحمل مسؤولية بغداد أنت كمواطن؟ والله استاذ هاي السالفة طويلة، إذا أنا أحمل مسعود برزاني أو أحمل بغداد، هذا يحتاج لي مثل ما يقول حلقة كاملة شبيهة. أنت ما عندك ببلدك عنده، هو مسعود برزاني ليش قدم هذه الخطوة؟ هو شاف ماكو كل حل، ماكو كل شاروية. هذه الحكومة اللي جت بال 2003 إلى حد 2014 أو 15 أو 16 أو حتى 17 قبل الاستبداء، شاف ماكو كل حلويات. تريد دولة طائفية، تريد تأسس دولة شيعية بمعنى الكلمة، تشيع العرب السنة، تدمرهم وتقتلهم بالحديد والنار، كذلك تبدأ مع الأكراد. فهو اضطر إلى استخدام هذه الورقة. هذه ورقة لا تستخدم اعتباطا أستاذ محمد. أستاذ محمد
انت عندك من يجي من العرب السنه يدعي الوطنيه والقوميه، زين انت تدعي القوميه لك، زين الاكراد ايضا هم قوم، ليش نحط القوميه حلال ليش الاكراد لك الاكراد حرام؟ وانت هذا دوله طائفيه لخة دوله شيعيه، ليش انت تجي تبيع العالم بالحديد والنار تريد تدمرهم؟ زين شنو السبب؟ فهو ايضا من حقه ان يحمي حدوده، يحمي شعبه، مكتسبات شعبه اللي قام بها، لكن هل يستطيعون ان يقومون الاكراد راح يجتازون؟ انا اقول لك الاكراد لا حكومه ولا شعب يتنازل عن هذا الشيء، يشهد الله مو لكوني مواطن كردي. نعم نعم. طبعا انا بصراحه قليله على قناتكم، انا انسان عندي الدين فوق الوطني وفوق القومي وفوق الحزبي وفوق كل شيء. نعم. ديني كمسلم من اهل السنه والجماعه ان شاء الله فوق كل شيء، لكن انا اجي اسلم والله الدوله الاقليم تقريبا بالحاله اذا تنازل هذول راح ينفق قانونيته وراح يسقط الاقليم. تقريبا يعني حتى الحكومه راح تعتبر موظفينه يتم تبديلهم من خلال المركز محافظين او غيره وغيره وغيره. انت عندك ناس كلهم فسدوا وقتلوا وسراق سرقوا اكثر من 1000 مليار، انت وين الفساد مالك الحرب على اساس؟ هذا الكذب والضحك على العالم، فهي ورقه سياسيه جتي من خلال ايران استخدموها هذه الفتره عسى ولا على تنجح وتكسبون ود الاكراد وانه بالانتخابات القادمه بلكي يوقفون وياكم، لكن هذا الشيء ميتم، هذا الشيء ميتم. زين فاحنا اذا نرجع للاسباب استاذ اسباب عديده احنا دا ننكرها، احنا ما نغض الطرف عنها وما دا نذكرها. انا ما الم مسعود برزاني لكوني اني كنت نعم هو برزاني اني برزنجي، لكن انا اوقف وياه. ليش اوقف وياه؟ لانه العصابه الموجوده بالمنطقه القضاء هذه مو دوله، هذه مو حكومه. نعم. هذه عصابات استاذ، هذا الواحد يصير صراحه، هذه عصابات طائفيه. انت تابع لايران، انت تابع فلان دوله فلان دوله فلان مخابرات فلان مخابرات، انت ما تقود دوله الى الامام. انت شنو اللي طورته بمحافظه واحده، شارع واحد بطينيات طورته ببغداد بالمحافظات الجنوبيه، انت المحافظات السنيه كلها دمرتها وحرقتها وشردت اهلها. انت انت هذا اقليم كردستان رغم الاخطاء اللي موجوده به، انا ما اقول لك لا، لكن اكو تطور عمراني، اكو بناء مستشفيات، مدارس، جامعات، اكو امن، اكو قانون، واحد يحكي الله. هم بنفسهم من يجون سفرات يشوفون كل شيء، اهل الجنوب، اهل بغداد، اهل الوسط، يجون يشوفون بعيونهم كل شيء يشوفوه. تطور من بنى تحتيه حقيقيه. طبعا وهذا ابو عمر هذا شيء لا ينكر بان اقليم كردستان يعني استضاف العوائل اللي نزحت من محافظاته وهذا شيء لا ينكر. شكرا جزيلا ابو عمر نسليماني، اشكرك شكرا جزيلا. لكن اللي اريد اقوله هنا يعني حتى نحقق موازنه بين هذين الطرفين، الحكومه عندما تجي تنتخب الشعب هو اللي ينتخبها، عندما ينتخب يفوض أمره في مسألة سياسة الدولة أو سياسة الإقليم نحن نتحدث سواء الداخلية أو الخارجية. إذا كان الشعب يعني قد ناله ما ناله من مسألة الأذية في الرزق، تعرفون أنتوا الشعب يريد شغلتين من الحكام في كل دول العالم، يريد من عنده استقرار أمني ويريد من عنده عمل، وهذا يريده الشعب، ما يريد يعني يعيش في فيلا الفارهة وسيارات لا، يريد من عنده شغلتين، يريد من عنده استقرار أمني ويريد من عنده استقرار اقتصادي، أي موضوع فرص العمل، فرص العمل تكون متوفرة للشعب. إذا كان بعد هذا الاستفتاء قد أصاب الشعب الكردي يعني وأدخل في متاهات اقتصادية، ليش حكومة كردستان مصرة على الاستفتاء؟ يعني ليش ما تتنازل يعني تتراجع عن هذا القرار حتى تحل المشكلة الاقتصادية على أقل تقدير؟ ويانا تليفون أبو فيصل من السعودية. أبو فيصل تفضل من السعودية، مرحبا. سلام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أبو فيصل. سلام محمد. يا مرحبا. تحية لك يا محمد، تحية قناة الرافدين، تحية كادر القناة، تحية لهم التصريح. أهلا بك. وحييك وحيي أبو عمر من السليمانية وسلم عليه، وأبو ناصر من تركيا، وعبد الله من لندن، والاخوان كل المتصلين بدون استثناء. نعم. اما ما يجري بالعراق يا محمد،
ما يجري بالعراق هو لا يوجد حكومة، هي تابعة إلى كذا، تابعة لإيران، عصابة هي تابعة لإيران بقيادة السيستاني، المرجع هو السيستاني هو إيرانيا، هو توجيهات ولن يستغل وضع العراق. لا احنا احنا هنا نتحدث عن يعني الاستفتاء اللي حصل أصاب الشعب الكردي في مسألة، في ضائقة مالية يعاني من عندها الشعب، احنا هذا موضوعنا أبو فيصل، تفضل. دام فضلك. لها دورة الحكومة العراقية، هي سبب المشكلة، رغم أن مسعود البرزاني هو كان مع الحكومة، ولكن في مؤامرة يقودها رئيس وزراء العراق بتقسيم العراق، هذه كلها هي أسباب تمهيد من أجل انفصال الأكراد. نعم. ونحن وانت نرفض انفصال الاكراد، نبغى وحدة العراق، وحدة العراق هي وحدة للأمة العربية، ما فيها شك. لكن هي فيها وراها دوافع لتقسيم العراق، يقودها حيدر العبادي هذا المجرم الإيراني. شكرا جزيلا أبو فيصل من السعودية. أبو فيصل أشار إشارة مهمة جدا. شوف الإمارات العربية المتحدة قبل 1971 كانت كل إمارة وحدها، بال 1971 تأسست الإمارات، سبع إمارات تأسست فأنشأوا دولة. لكن هنا يعني أنت ضمن دولة، والدولة العراق دولة محورية جغرافيا وسياسيا، عملية الانفصال عن الدولة هي إضعاف لك في كل المقاييس. أنا هنا لست مع أو ضد الاستفتاء، هذا مو موضوعي أنا، لأن أنا أؤمن بحرية التعبير، إذا كان الشعب الكردي يريد الانفصال فهذا رأيه ونحترم رأيه. لكن احنا نتكلم هنا على الدولة، الاتحاد الأوروبي يعني واحد العملة مالته، أصبحت التنقل لا يحتاج إلى تأشيرة دخول الفيز، ما عدا طبعا بريطانيا الآن تريد تنسحب لأنه تأذت اقتصاديا فتريد تنسحب من الاتحاد الأوروبي. لكن كل الناس يلملمون الشتات مالتهم في سبيل أن تظهر هناك دولة قوية. عملية الانفصال، وأنا أتحدث دائما أنا لست مع أو ضد عملية الانفصال، هل هو تقويك كأقليم لو تضعفك؟ كل الدلائل أشارت وكل التصريحات، حتى الأمم المتحدة جامعة الدول العربية نصحت بعدم أن يكون هناك انفصال من جسد العراق. والمتضرر الوحيد من هاي العملية كلها هو الشعب الكردي. يجي هنا على الحكومات، هل هو متحمل لمسؤولية شعبه؟ إذا كان متحمل لمسؤولية شعبه فيجب أن يعالج الأمور بطريقة معينة، يعني أن ينسحب مثلا، يعني ينسحب من عملية الاستفتاء ويلغيها في سبيل أن يعيشون الشعب عيشة مرضية على أقل تقدير. حيدر العبادي، أكو بعض السياسيين الأكراد يصفون تصريحات حيدر العبادي رئيس الوزراء بأنه قد أصيب بداء العظمة، يعني يتحدث من برج عالي ويتحدث بأنه هذه شروطنا تقبلون أو ما تقبلون، من خلالها قطع الرواتب عن الموظفين حتى يمارس ضغط على الحكومة في إقليم كردستان. لكن هل هذه السياسة، يعني مثلا بال91 عندما انفرض علينا حصار من تقريبا أكثر من 50 دولة، ومن الذي تأذى بزمن الحصار؟ الموظف والمعلم والكاسب وغيره وغيره اللي تأذى. هل الحكومات تأذت؟ لا ما تأذت، ماكو شيء. فنفس إذا نريد نسقط الأحداث التاريخية اللي مرت في العصر الحديث اللي هو بال91 قبل 20 أكثر من 20 سنة، اللي تأذى هم الشعب لا أكثر ولا أقل. وطبعا صارت إرهاصات وصارت يعني ردود فعل خاصة بالمجتمع العراقي، يعني المعلم اللي كان عندما يفوت بالشارع، احنا صغار إذا معلم يفوت بالشارع احنا يعني ما نريد، عيب نطلع قدام المعلم واحنا مثلا موجودين بالشارع. من صار الحصار وصارت الوضع الاقتصادي تأذى وأصبحت الوضعية يعني غير محببة، ما أريد أقول غير تعبير، فالمنظومة التعليمية فشلت تقريبا، حتى أساس التعامل بين البشر يعني أصابها نوع من يعني عدم الثقة، نوع من يسموها البلطجة يعني. طيب، فالشعب غير مسؤول عن ما يتخذ السياسيين من قرارات، لكنه في هذه الحالة هل يمكن أن نحمل الشعب؟ أنا هنا أسأل سؤال، هل يمكن أن نحمل الشعب نتيجة الاستفتاء لأنه شارك في هذا الموضوع؟ ننتظر اتصالاتكم. ويانا اتصال منه أبو ناصر من تركيا. أبو ناصر تفضل. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو ناصر، يا مرحبا. حيا لحضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر. أهلا بك أبو ناصر. أخويا العزيز أستاذ محمد، هو بحجة الاستفتاء اللي سوتها الحكومة يعني بحجة الاستفتاء اللي صار، الحكومة اعتبرتها غير شرعي. طيب. عاقبة حكومة العبادي كل الشعب الكردي بسبب هذا الاستفتاء. طيب. قطعة أرزاق المواطنين، يعني حضرتك تصور إذا كل موظف انقطع رزقه، عدد أفراد عائلته 5 أفراد، صحيح. شوف حضرتك كم شخص تضرر. صحيح صحيح. يعني مثل ما يقولون لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل. بعدين إقليم كردستان كم مليون استقبل من المهجرين والناجحين. صحيح. صحيح. اللي ما لقوا مكان آمن إلا بكردستان. صحيح. وهم يعرفون بأن المسؤولين بكردستان، يعني أقصد الحكومة، الحكومة العبادي تعرف بأن المسؤولين بكردستان ما راح يتضررون من العقوبات اللي فرضوها وفرضتها حكومة العبادي. صحيح. اللي راح يتضرر هو المواطن البسيط. صحيح. أستاذ محمد، الحكومة الطائفية هاي المجرمة وتوجيهات من أسيادهم الإيرانيين هو تجويع كل شعب العراق والاستحواذ على خيرات البلد وتسخيرها لمصالحهم الشخصية ولأسيادهم الإيرانيين. من 2003 لحد الآن ما قدموا شيء للمواطن العراقي غير الجوع والعوز، وخدروا الشعب بفتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ما قدموا لهم غير المخدرات والدعارة. بالأساس المواطن أستاذ محمد يتحمل المسؤولية الأكبر بما وصل إلى حاله بسبب انتخاب هاي الوجوه. خلي يفكر المواطن العراقي، الانتخابات الجديدة على أبواب، وإذا يريد يزيح هاي الوجوه المفروض يقاطع المشاركة بالانتخابات ويوصلون رسالة صريحة للي يسلطوا على رقابهم ويقولوا لهم أنتم فاسدين وما استفادينا منكم غير الدمار اللي حلبينا. يعني إقليم كردستان تدمر بسبب خطوة اتخذها مسعود البرزاني. نعم. بالاستفتاء دمرتوا شعب بأكمله، ما فكرتوا بأن هذول هاي الناس اللي ضررت وين راح يطون وجوههم، منين راح يدبرون معيشتهم. لو بس تردون أنتوا تنفذون توجيهات إيران، إيران ما راح تفيدكم، راح يجي يوم وحتى إيران تتخلى عنكم وما راح يبقى لكم مكان بالعراق ولا بإيران، راح ترجعون مثل ما كنتوا قبل، تدورون لقمة من الدول اللي تنزحوا لها وتدفع لكم أجار الشقق اللي تأجروها مثل ما كانوا يدفعون شقة إبراهيم الجعفري أجار الشقة مالته، وتقعدون ويجينا واحد إن شاء الله اللي يريح الشعب هذا منكم ومن وجوهكم الكالحة ومن الفتاوي اللي تصدروها للناس. كافي عاد، كافي. إلى متى أنتم تبقون مسلطين على رقاب الناس؟ إلى متى؟ ما فكرتوا بهالشعب هذا؟ يعني أنتوا جبتوا ديمقراطية على أساس وقلتوا بأنه إحنا إجينا لأجل مصلحتكم وإجينا نريد نخلصكم مثل ما تقولون من الطاغية. والله العظيم ما ماكو واحد من الشعب العراقي يرتاح لكم من إجيتوا إلى هسه. ميليشياتكم منتشرة بكل البلد، المهجرين عافوا بيوتهم وعافوا محلاتهم وأملاكهم وطلعوا بسبب ميليشياتكم هاي المجرمة اللي ما خلت أخضر ولا يابس بالبلد. كافي. إلى متى؟ إلى متى؟ الشعب لازم يثور، الشعب لازم تكون إلى كلمة، لازم يقضي عليها الفاسدين هذولة. دمروا شعب بأكمله، ما خلوا شيء ما دمروا بهذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكرك أبو ناصر، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث في برنامج صوتكم، نتحدث عن إغلاق المطارات والمنافذ لإقليم كردستان العراق من قبل الحكومة في بغداد. رح ناخذ الواتساب، وصلتنا رسائل
أبدي من ويانا اتصال منو؟ أبو زمزم؟ ها أم زمزم تفضلي. أم زمزم يا مرحبا تفضلي. تحياتنا لحضرتك أستاذ محمد، وتحياتنا لكادر القناة، وتحياتنا لكافة المستمعين والمشاهدين. أهلا بيك أم زمزم يا مرحبا. أستاذ محمد، الاستفتاء في كردستان، حكومة كردستان قبل الاستفتاء نقدر نقول كانت 95% مستقلة. طيب. يعني المشترك بيننا وبين كردستان قبل الاستفتاء كان بس العملة مشتركة، وإلا هم حاصلين على كل حقوقهم بحرية تامة. طيب. لكن حاليا نقدر نقول المثل الذي يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. بالضبط. أستاذ محمد، في مؤتمر ميونخ بألمانيا التقى السيد العبادي بالوفد الكردي بقيادة نجرسان برزاني. صحيح. ووعدهم وقال لهم راح افتح المطارات مال كردستان، ووعدهم بارسال رواتب لمواطنين كردستان. طيب. لكن شيء من هذا لم ينفذ، فمعنى ذلك ان كلام العبادي حبر على ورق او هواء في الشبك. اذا الامر ليس بيد العبادي، والدليل انه الامر ليس بيد العبادي ان مسؤول المجلس الاعلى الايراني للشؤون الثقافيه قال ان 6 دول عربيه تحت الهيمنه الايرانيه بقياده خامنئي ومن ضمنها العراق. هذا يؤكد هذا الكلام، لان كل هو مو رئيس وزراء ورئيس السلطه التنفيذيه، ليش الشيء يقوله ما ينفذ؟ فمعناه ان امر العراق ليس بيد رئيس الوزراء وليس بيد الحكومه العراقيه، بيد الحكومه الايرانيه. أنا أشكرك أم زمزم، شكرا لاتصالك من بغداد. نأخذ الرسائل حتى لا نغمن حق أحد. رسالتنا من مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد. لم تمر في تاريخ العراق السياسي مرحلة تكاثر فيها هذا النمط من السياسيين وتطور بهذا الشكل المثير كما هي الآن منذ عام 2003 وحتى اليوم، وخاصة اليوم بعد أن أتموا دراساتهم المعمقة والعالية في الفساد والإفساد، وفازت البلاد بتصنيفها أفشل وأفسد بلد في العالم. لقد كشفت أزمة الاستفتاء في كردستان صفحات هائلة من طبيعة النظام السياسي المفترض أن يكون جديدا يختلف عما سبقه من أنظمة حكمت العراق وأوصلته إلى الدمار والخراب، فلم يمنعه الدستور الذي كتب لأول مرة بتوافق الجميع من أن يتم خرقه في أخطر مواده التي تحرم استخدام القوات المسلحة في حل النزاعات بين الأقاليم والمحافظات وبين الحكومة الاتحادية، فقد دخلت القوات المسلحة العراقية والحشد كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها هذا الدستور الذي وصف بأنه دستور دائم فيه أن الأكراد جزء من كيان العراق. مبروك من الإمارات، شكرا جزيلا أخي مبروك من الإمارات. ويانا أحد الأشخاص بعث لنا فيديو، الله يظلم اللي ظلمكم، هذا وضع أطفال العراق، الله لا يوفق الحكومة. طبعا ما نقدر نشغل يعني ما يظهر بالشاشة. ويانا اتصال عندنا، نعم مو ويانا، فرهاد سليمانية، تفضل أخ فرهاد من سليمانية يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. هذا موضوع من هذا تقول يعني قديم مسؤولين العراق، ومسؤولين العراق كلهم من الشيعة ومن الأكراد كلهم مذنبين. كلهم شنو أبو فهد؟ كلهم مذنبين، بس 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 كان احنا نقول أسد عثيمين مو زين، بس بالعكس صار أسد عثيمين أحسن من كلهم. ليش أحسن من كلهم؟ ليش هم كلهم مو زينين؟ ليش فرهاد؟ شنو السبب يعني؟ مو زينين خلاص، ونص من عنده اكراد، ونص من عنده تابع ايران، اكراد من عندنا نص من عنده تابع تركيا، والباقي كله على اسمه على ايران. اشكرك فرهاد بسليمانيه، شكرا جزيلا لاتصالك. احنا من واحد يقول يعني فلان مو زين، لازم نقول له ليش مو زين؟ يعني مو فقط يعني تمر مرور الكرام. فلان زين ليش زين؟ فلان عدة أخطاء، شنو الأخطاء الموجودة؟ نرجع للرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يتحمل مسؤولية أزمة كردستان العراق هي حكومة بغداد وحكومة كردستان. التحالف الوطني والتحالف الكردي تربطهما علاقة استراتيجية حتى قبل الاحتلال الأمريكي، وعليه أتوقع أن يرجع التحالف الانتخابي بين أحزاب التحالف الوطني والكردي
رغم ما يعانيه المواطن الكردي والمواطن العراقي من سياسة هذه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. شكرا جزيلا. راح نكمل لكن ناخذ اتصال من ويانا. أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أختي أم عبد الله. تحياتي لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق الشريف. الله يسلمك، تفضلي. أستاذ، إحنا إذا نجي للحقيقة، العراق هو ككل، كل الشعب العراقي بعربه بأكراده بتركمانه بالأقليات الأخرى هم كشعب واحد. طيب. لكن إحنا عندنا يعني هسه احنا في مواجهه يعني تدخلات اجنبيه خاصه ايران واسرائيل. يعني هنا انه لازم هذول الدولتين تقوم بعمليه جعل الازمات بالعراق وتفتيت وحده العراق. اولا بدأوا بالسنه في المناطق الغربيه والمناطق الشماليه. بعدين بدأوا بالأكراد، لأن إنه الأكراد لو كانوا مرتاحين مع الحكومة العراقية ما كانوا أكدوا على عملية الانفصال، لأن الحكومة العراقية قامت بعملية شون يعني مثلا تهدد الأتراك خاصة بالنظام الاقتصادي، فقامت بعملية مثلا تشكيك. وبعدين الحكومة العراقية ما إلها أي دور، بس دور إيران كان هو اللي يمشي في بالعراق، وخاصة أنه الحشد اتخذ مسؤولية أنه مواجهة الأكراد. إحنا هنا بالنسبة للحكومة العراقية هي حكومة طائفية، وكانوا ترى أنه الأكراد من زمن صدام انطهم الحكم الذاتي وكانوا مدعوماً من قبل أمريكا. هسه إحنا أصبحنا بالعراق كل واحد يروح الى الجهه اللي تأيده. صح انه الاكراد كانت اسرائيل وياهم، وهي حذرتهم، وهي اللي قامت وياهم انه تقوم بعمليه الاستفتاء والانفصال عن الحكومه العراقيه. السنه ما وفقهم احد فجابوا لهم داعش، قاموا بعمليه الاباده للسنه والمناطق والتهديم، وهذا اللي شفناه. اما بالنسبه للاتراك يعني ام عبد الله، يعني ام عبد الله، اذا كانت الحكومه في بغداد يعني غير منصفه مع الاكراد، يعني انت مع الانفصال، مع الانفصال الاقليم؟ والله انا بالنسبه احنا نصف المشاكل في العراق رحنا الى الاكراد، الى كردستان. الاكراد يعني احتوونا، يعني الاحتوان احنا شعب واحد، لكن الخلافات اللي موجوده بين الحكومه العراقيه وبين الاكراد هم فعلوها الحكومه العراقيه، حتى لانه كانت تسوي لهم مشاكل توترات وازمه ثقه عميقه. نعم. والتهديد المالكي بتهديد السلاح وقطع حصه الموازنه العامه، والعبادي كان يصرح في اكثر تصريحاته عند القنوات بانه يطلب من الاكراد عدم تصعيد وديره الخلافات العنصريه. نعم. مع العلم هو كان يريد انه يهدد الاكراد، قطعوا حصتهم من الموازنه، اثروا على الاقتصاد، فسووا انه رادوا انه يريدون يقول لك احنا ما طول احنا عندنا نحق الانفصال. هي انا مو هي الانفصال، بس انه المشاكل اللي عانتها الاكراد يعني اجبرتهم على الانفصال. نعم نعم. روسيا وحدها لما امريكا قامت عمليه انهارت روسيا و15 الاتحاد السوفيتي طبعا. اي نعم، بال91 طبعا. اي نعم نعم. أيه. فنتائج بعد يعني نتائج الاستفتاء، وجود يعني كان وجود وجود يعني حضور دولي وتأييد الى اقامه دوله كردستان، لهذا يعني ما اجبرت الحكومه العراقيه على تقديم تنازلات. فاحنا دور اسرائيل في تفتيت الشعب العراقي هو هذا المهم، ويعاني الاكراد. احنا الاكراد احنا مع الاكراد، احنا الاكراد انه هسه بيعانون حصار اقتصادي. احنا 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 في هذا اللقاء، في هذا البرنامج، احنا من البداية طرحنا، يعني قلنا الموضوع يخص الشعب، ونحن هنا هو هذا البرنامج منبر للشعب، فالذي تضرر من هذه
يعني من هذا الإغلاق المطارات وغيرها من المنافذ، وأيضا يعني ما قامت الناس تروح إلى أربيل يعني لمشاكل صارت بين السياسيين انعكست على الشارع اللي فرضتها الحكومة العراقية عليهم. هذا هي تقوم بعملية إيجاد أزمات لكل الطاقة السنية، ودور الحكومة العراقية المخصصة وإثارة النعرات الطائفية في المناطق السنية والأكراد هم السنة. لازم أنه إيران تقوم بعملية تفتيت وحدة العراق. أنا أشكر أشم عبد الله، أشكر شكرا جزيلا، لكن عدي صار الفترة ينتظر على التليفون. الأخ عدي من أربيل، تفضل أخ عدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا عدي، يا مرحبا. سلم عليكم وعلى كل العراقيين، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق للغرب، وربه يحفظهم إن شاء الله ويديم علينا بلدنا والله إن شاء الله يعديها لها الغيمة هاي السوداء. بداية أخويا، إحنا خلنا نتفق على كلام، العراق تحكم حكومة وطنية لل 2003، وراها صار احتلال. وكل شيء ينبني على باطل فهو باطل. اللي اجوا من اقزام اللي لمتهم امريكا المتشردين اللي كانوا بشتى الارض، من اوسخ ناس لمت، هذا ما راح يمثل شعب ولا راح يبني بلد، هذا يتم بالسرقه والقتل والسمسره واخس الاشياء. عموما موضوعنا احنا بالنسبه للمطارات وبالنسبه للعقوبات اللي فرضوها على شعب اقليم كردستان. طيب، اولا اخي العزيز، يعني الاكراد شعب من حقهم يقررون مصيرهم. طيب، يعني احنا ما نجبر الناس تعالوا قوة صيروا طبعا. هاي اول. طبعا. ثانيا كاستفتاء اخي العزيز، الحكومه اللي موجوده في كردستان قالت لهم الشعب هم تفيدون، هذا استفتاء اللي يريد يجي اهلا وسهلا، يعني اللي يريد يشارك يشارك واللي ما يريد يشارك بكيفه، ما جبرت احد. طبعا. هاي اثنين، بس قل لي الاسباب، هم لقوا خير هم هذول الناس الشعب الكردي اللي موجود بشمال العراق او كردستان العراق، هم لقوا خير من هاي الحكومه؟ يعني انت هسه عفوك اذا زين وياك تعوفه تشلبي بروح. صحيح. لكن اذا اخوك يوميا يوغل زين، يعني انا اول البارحه احد اقاربي مريض وعنده سرطان وجاي شاي يتعالج بمستشفى، قالوا له لازم تروح تعالج بعمان. زين، هذا الشيء طلعوا من هنا لعمان لازم يروح لبغداد، ومن بغداد ينقل على غير طائره، يعني بهدله، الناس تاذت، قطع ارزاق، يعني اكو حكومه شعبها تقطع رواتب، يعني هذا يقول لك انت ببلدي؟ لا، قول اكو حكومه تعاقب شعب؟ اي نعم، هم شعب شعب. اذا نقول عراقيين اخي، اولا بنقول عراقيين، اذا هم طبعا الحكومه ملزمه توفر لاي فرد من افراد الشعب من الجنوب ولا من الوسط ولا من الشمال بالتساوي. طبعا احنا هم مشلبيننا هسه بهذا، يعني انت لو تريد تجي تحسن ان مجازر صارت بالعراق ما حد يسال بيها، مدن سقطت بن شان المالكي الله يلعنه، وسقطت مدن كامله وانذبحت الالاف وتشردت الالاف وانسبت الالاف، عصابه شرذمه سافله متمثله داعش الحقيره تجي تسقط مدن كامله، وين جي 90,000؟ وين اكو هيك شيء؟ يعني 90,000 جندي او شرطه اتحاديه وكذا تسقط هاي مدن؟ قصدي زين الاكراد مقاتله وبيشمارقا قاتلت ويا الجيش العراقي وحررت هاي المدن، يعني هاي انجازاتها. اثنين اخي العزيز، احنا كل شيء نحملها، قالت اسرائيل وحشت اسرائيل. طيب، هذا حكي واقع. احنا العدو الازلي للعراق هي ايران. العدو الأزلي ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام إيران، البذرة الخبيثة اللي من نسل آدم إلى يومنا هذا هي فارس، هاي البذرة الخبيثة. القي لي أكو، يعني هسه هاي ذاك النهار يطلع رئيس حكومتهم من نص بغداد يقول إحنا ما نقبل بأحزاب، لازم تكون شيعية تحكم، يعني لا ليبرالية ولا ديمقراطية مثل ما يمثلوها الديمقراطية مالكم اللي جابوها الأمريكان. فالأخ يجي بنص بغداد الأفندي، وهاي مثل الجراوه، ما حد يقدر يفك حلقه يقول له لك بلعن الوالدين، انت شلون تقص بلدي تفرح هيك وتدخل بشؤوني؟ لان اقسام خسه انذال قتله. القي لي ماضيهم اللي يريد يتشرف به، واحد منهم يقول انا كنت اقاتل ويا الجيش الايراني ضد العراقيين، ليش يا شانس الحكومه تقاتل له؟ العراق كله وقف يقاتل من اجل بلده من سنوات في سبيل يحفظ ارضه وترابه وعرضه. هسه عجل احنا ما عندنا غير العراقيات دايحات مع الاسف لا 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 ابو عدي لا لا رجاء
لا رجاء لا لا كمل الله يخليك يعني مع لا 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 مو هذا لا لا مو هذا يعني يعني ما قلته يعني خادش للحياء وثانيا لا تبقى العراق لا لا بالشوارع اطفال نساء جاي يتسولون بالشوارع هسه حاليا اكو بلد يقول يتسولون بس لا مو مال احنا مو زعل نوبات ياخذنا انا قصدي العفو يا اخي ما جاي احكي انا العراقيات خواتي كلهم طبعا وعرض ذني انا قاعد احكي على التسول يعني يصير عشان المراه عمرها 70 سنه و60 سنه تتسول ببلد يصدر 4 ملايين الى 3 ملايين ونص برميل الى 4 ملايين تتسول بالشارع الجدي يصير اطفال يتامى هالكفر وغير واستغلاء يعني اخي شيء يسكم الانوف يعني يسكم الانوف زين يعني انت احسبها يا يرحم الابوي يعني القاها ذاك اكو واحد يرضاها على نفسه امه تتسول بالشارع لا طبعا هذا 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 هذا, هذا شوف المشاكل الاقتصاديه ما يتحملها المواطن ليش؟ لانه احنا اذا نجي مثلا اكو معمل المعمل اذا ما يتطور الموظفين دا يجون العمال دا يجون لكن المعمل اذا ما يتطور فاكو خلل بمن؟ باداره المعمل يعني بالحكومات الناس تريد تشتغل الناس تريد تكسب رزقها لكن اذا هذا المواطن ما تطور اقتصاديا وحتى ما تطور تعليميا فهو مو ما يتحمل مسؤوليه اللي يتحمل مسؤولية هو من يدير شؤون هذه المؤسسة أو يدير شؤون البلد بشكل عام. شكرا جزيلا أخ عدي من أربيل، شكرا جزيلا وآسف يعني يعني ربما الأخ عدي شوية متحمس فخرجت من عنده لكن بطبيعة الحال الرجل هو ما يقصدها. شكرا جزيلا عدي، راح نروح إلى فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج صوتكم. اليوم نناقش إغلاق المطارات في كردستان العراق وأيضا إصرار الحكومة في بغداد على غلق هذه المطارات. انقطعت أرزاق كثير من الناس وأيضا نحن نتحدث هنا أيضا عن إصرار حكومة كردستان على التشبث في مسألة الاستفتاء الذي حدث في أيلول الماضي. لكن هناك تقارير تتحدث أو هناك تصريحات تتحدث خاصة من التحالف الكردستاني يقولون بأنه إحنا وافقنا أن تكون الإدارة المطارات مشتركة لكن حكومة بغداد تماطل في هذا الأمر. يعني إحنا فتحنا لهم المجال وقلنا لهم تعالوا المطارات متاحة لكم بإشرافكم حيصير المطارات لكن حكومة بغداد تسوف ذلك. لكن في نفس الوقت هناك من يتحدث من بغداد مسؤولين من بغداد يقولون الحكومة في كردستان ما نطتنا جواب وافي وشافي يعني ما قالت لنا تعالوا بصريح العبارة هاي المطارات مفتوحة. فتشوفوا السياسيين بيناتهم يعني في موجود يعني السياسة هي دهاء لكن احنا ما نتحدث عن السياسيين نتحدث عن الناس اللي تأذت عن ألف مكتب سياحي اللي انغلق عن الناس اللي رزقها كان طبعا على رب العالمين ومن ثم على السياح من باقي محافظات العراق. ويانا اتصال منه ابو مصطفى من الموصل. ابو مصطفى تفضل. ابو مصطفى انقطع الاتصال. راح نقرا لكم الواتساب. يقول اخ محمد اذا نتكلم بالواقع يقولون انتم طائفيين ولكن من الذي اصبح اداه بتدمير البلد بيد عملاء ايران والسراق؟ اليسوا وليسوا جميعهم ولكن الأغلب لجهلهم وحقدهم والذين يركعون لتجار دين مزيفين وهؤلاء من سرقوا وهجروا أبناء عمومتهم من السنة والآن انظر حقدهم
على الأكراد بعد أن كانوا شعب واحد؟ لماذا السكوت يا شعب وخاصة الشرفاء منهم وهم الأكثرية أكراد وسنة وشيعة عيد العراق وهيبته؟ ويانا يقول السلام عليكم، إغلاق المطارات في إقليم كردستان تأثيره ليس فقط على الشعب الكردي بل على النازحين من المناطق الغربية. شكرا جزيلا. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لحضرتك. منهج الحكومات التي حكمت العراق من 2003 لحد الآن هو تدمير الشعب بكل أطيافه، وكل ذلك هو لصالح أسيادهم الإيرانيين بإذن الله الواحد الأحد. سيأتي اليوم الذي تضيق عليهم الأرض هؤلاء الجبناء والعلماء والعملاء والفاسدين عفوا من الذين يدعون بأنهم سياسيين وهم بالأساس عملاء مجرمين. ويانا اتصال منه؟ رجعنا أبو مصطفى. أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أبو مصطفى. أستاذ العزيز، بالنسبة للمطارات هاي كلها لعوبة فيما بين السياسيين. نعم. على المصالح. تنطيني افتح لك ما تنطيني ما افتح لك المطارات. للاسف الشديد كل الدول العالم تركض ورا مصلحة الا الشعب العراقي ما يمشي ورا المصلحة. احنا بالنسبة للسياسيين، الو اسمعني استاذ. اسمعك وياك، تفضل. الو. وياك ابو مصطفى. بالنسبة العفو، بالنسبة للسياسيين هم بس في سبيل يبقون على الكرسي حتى يسرقون، ما جاء من اجل البلد او من اجل الشعب او من اجل مصلحه هاي الناس الفقراء، لا. لكن احنا ما بنعرف انفسنا، كراد عرب شيعه سنه. انت انظر يا اخي لمصلحتك، عوفنا من الدين. انت شيعي وانا سني، عندك كردي وانا عربي، هذه اتركوها يا اخوان. اخوان اذا ما تتركون عند اسكم ولا تروحون بضيعه. الامم اليوم كلها هي منك عبر البحار جايه على مدريش على من مصالحها، تبغي مصلحتها براسك تمشي. امريكا مو ابو حد، ولا اسرائيل ولا ايران. هذا الله قادرين ذول العرب مع الاسف. هذا حصل نصلات اللي يسوي نفسه بطل الامه اللي يستحل الكعبه. من اجل ايش يستحل الكعبه؟ هل قم وطهران صدرت لنا الاسلام لو الكعبه وبيت الله الكبير اللي بالارض هو اللي صدر الاسلام وهو مع اهل الاسلام؟ انت شنو جاي ابن الزفر اللي ما تسوى لك لا 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 ابو مصطفى ابو مصطفى اسف 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 جدا ابو مصطفى ابو مصطفى، يعني احنا هنا ما نتلفظ هيك الفاظ. الله يخليك، بس نقرا هاي الرسالتين لانه الناس يقول لن تحل مشكلة شمال العراق إلا بإنهاء حكومة كردستان، وهذا هدف إيراني والتي استطاعت الضحك على جميع الأكراد في العراق. إيران استمالت أكراد السليمانية ومن ثم خدعت الجميع، والهدف القادم إنهاء حكومة كردستان وأرجاعها كمحافظات والاشتراك إلى غير ذلك. عندنا هنا بس حنختم لأنه ما بقى لنا وقت. فقط آخر رقم 78 يقول أخوي العزيز، و انتهت الرسالة مالته. شكرا جزيلا الجميع المتصلين. آسف يعني إن كانت هناك ألفاظ خادشة للحياء، لكن الناس تنفعل، والغرض من هذا الانفعال هو لأنه علاقات مشتركة، دم واحد بين العرب وبين الشعب الكردي الأصيل وبين أيضا المحافظات الوسط والجنوب الأعزاء الكرماء. طبعا مشاهدينا الكرام، أشكر جميع المتصلين وأشكر جميع من أرسل رسالة، أشكر جميع المشاهدين. نلتقيكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.